إذا مشاهدي شفتي فيتها هي طيبة لجميع المتتبعين من مدينة جدة. كنحييكم في هذه اللحظات كما كنشوفوا معنا المقاهي كلها ممتلئة طبيعة الحال. هنا المقهى ديال تروكاديرو كما كتشوفوا معنا حتى هي ممتلئة عن آخرها، باب مسدودة. كاش بلاص ياك؟ كاش بلاصة فؤاد؟ بلاص بلاص خلاص ما كاش بلاص. مش الله بعدك بالله ماني بعد اصاحبي مالك زوج جدادي سبقت في مشاكل. شكون راك مش الله مش راه عامره عامره اخاوي يا رب قداش غير لايك. اذا كما شوفوا المشاهدين شوف تي في قضيه كما كنقولوا حنايا عامره، مقاهي عامرين، شي بالريزيرفاسيون كلشي يعني هذه هي الاجواء هنا اللي توجد. غادي نمشيو للمقاهي مقهى اخر هنا في المدينه عاوتاني غير في هذا السيكتور هذا الاخوان، يعني الناس باقيين كتشوفوا المقهى عامر فلان، الناس في البوابات الناس كتلتحق بالاخر. اذا الناس كتحرك شفنا مقهى اخر حتى هو اللي فلان عامر في المشجعين ديالو. مشجعين لا تحياتي إذا كما كتشوفوا المقاهي تاع وجده كلهم عامرين، يعني إقبال كبير على المقاهي هنا. شوفوا هنا كلشي نازل يقلب على فين يتفرج. إذا كما كتشوفوا معنا كلشي متجه للمقاهي بطبيعة الحال، مقاهي كلهم عامرين. يعني كنحاولوا نوصلكم الأجواء هنا بمدينة وجدة، المقاهي كلهم عامرين، يعني الناس جات مع 10 تاع الصباح. إذا باقي ما بقاش بزاف على المقابلة ديال بلجيكا والمغرب بطبيعة الحال اللي غتكون عند الساعة الثانية. طبعا نتمنوا التألق والفوز للمنتخب الوطني إن شاء الله، يعني تكون شي حاجة مزيانة إن شاء الله، هو يا ربي ما يحشمناش. إذا هذا هما الأجواء هنايا مشارع محمد الخامس من مدينة وجدة. نحاولوا نخلو لكم الأجواء كل المقاهي يعني مملوءة عن آخرها، يعني ما تلقاش فين تجلس. الشارع شبه فارغ كما كتشوفوا معنا، شوارع شبه فارغة.
الناس هنا في المقهى باقيين، الناس اللي جات روطار، الناس اللي جاوا روطار هذا المعنى. شوفوا الاجواء من هنايا، نرجعوا من هنايا ونشوفوا عاوتاني. نشوفوا هنايا الناس يعني كتحرك المقاهي، الكل يهرول لمشاهدة المقابلة بطبيعة الحال. كتشوفوا الجماهير واش ديال كلها كتقلب في تفرش، كتقلب على مقاهي، كتقلب على كما تشوف هنايا مقهى عاوتاني عامر. الناس كتابع هنا بعض المقابلات ديال كأس العالم، مباريات بطبيعة الحال. شوفوا الإعلام